أول يوم بديكو بيلد بس مو أول مرة، كيف اليوم الأول للجدرة اليوم؟ اليوم بصراحة ممتاز، يعني إقبال الزباين حلو ورأيهم باللي عملناه بهذا الستاند والأفكار الجديدة كله عجبه. طبعاً ما تنسينا إحنا عم نقدم خصومات خاصة، خصوصاً إنه إحنا من بعد كورونا خففنا شوي وجودنا بالمعارض سواء بالإمارات أو دول تانية، ولكن الحمد لله الناس كثير إقبال قوي وكثير انبسطوا إنه رجعنا عم نكون على الأرض معاهم. صراحة اليوم هيك حاسسته كثير بوزيتيف، لأنه يعني توقعت إنه يكون البداية شوي بطيئة، بس بالعكس كان عندنا كثير هيك كلاينتس عم يستفسروا عن شغلات واشياء، وحتى انه ستايلات جديده وحابين الستاند اهم شيء، وعم يسالونا عن الماتيريالز. سنه اليوم كديكو بيلت مختلف عن السنوات الماضيه، اليوم هالسنه حولنا انه نعطي ستايل المودرن المينيماليست، ادخال ماتيريال جديده في السوق. يعني عشقه كثير، كثير عم يجينا مشاريع منوعه، كثير اشياء هلا مستغربه اليوم كثير اجانا مشاريع للتنفيذ، فان شاء الله خير. يعني عم نستنى شو بتجينا كمان مشاريع. هلا كومبيرينج ديكو بيلز اللي قبل، هلا المره هاي از بيزي وفي فيري جود بوتنشال كمشاريع يعني كزباين، وان شاء الله هيك بنتمنى على المسويات تشد اكثر شوي، بس فتره الظهر عن جد شدت.